غالي. أهلا بيك. الله يخليك. أريد أعرف مواليدي من الناحية العاطفية بهاي وهاي السنة شلون عليه. 34/1970. شكرا شكرا يا منال. الله يخليك. منال من كربلاء. 30/4/1970. لا عاطفيا عندك تعب. مولود السبعين عنده تعب بشكل عام على الجانب العاطفي بالأخص النساء. إذا تسأل عن الأوقات المناسبة للانفراجات العاطفية، أنا ممكن أعطيها أوقات قد تكون جيدة ملائمة، لكن هي بشكل عام كشخصية عندها تعب. يعني إذا كانت متزوجة أو غير متزوجة هذه المواليد عندها تعب. بشكل عام الفترة المناسبة راح تكون ما بين 15/4 إلى 9/5، فترة مناسبة وجيدة على الجانب العاطفي. طبعا راح تكون عندها فترة أخرى أيضا بالفترة ما بين 17/8 إلى 10/9، هذه فترة أيضا جيدة ومناسبة.